وغذاء. الحلقة النهاردة هنتكلم على موضوع يمكن كتير بنتعرض ليه، وهو التهابات الحنجرة أو تعب الحنجرة. الحنجرة عشان نقدر نتخيل ازاي بتشتغل أو ازاي بتعمل، هنتخيل بالظبط الموسيقى القرب. موسيقى القرب عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيس كده بيتملي هواء، وبعدين أو قربة بتتملي هواء، وبعدين طالع منها في الآخر زمارة أو صفارة بتدي صوت. لو احنا تخيلنا مع بعض، القربة دي هيبقى مكانها الصدر. الصدر بيشيل الهواء ويبتدي يطلعه، باخد نفس وبعدين يبتدي يطلعه، لما بيوصل عند الصفارة دي يبتدي يدي الصوت. الصفارة دي اللي هي بتدي الصوت، اللي هي الحنجرة. الحنجرة فيها أحبال صوتية، مش هم مش حبلين حبلين، هم تو باندلز، يعني حزمتين من الأحبال الصوتية، ودول بيقعدوا يتحركوا قدام الهواء اللي طالع، فبيقسموا الهواء ويبتدي يدوا الصوت بالفايبريشنز بتاعتهم على حسب الحروف اللي أنا عايز أقولها. في حنجرة برضو هتلاقي فيها، هتلاقي موجود في الحنجرة كمان عبارة عن عضلات صغيرة جدا بتساعد على التباعد واقتراب الأحبال الصوتية بالنسب اللي أنا عايزها. الأحبال الصوتية مش بتخبط في بعض بس، لا، دول يعني نقدر نقول بيحضنوا بعض كده، يعني زي دي بتاخد دي ودي 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 كده، هارموني ظريف قوي قوي، سبحان الخالق. ايه اللي بيحصل عشان يمنع نتعب من الأحبال الصوتية أو يحصل أمراض في الصدر؟ يا تحصل حاجة في الصدر فما بيطلعش الهواء، يا تحصل حاجة في الحنجرة. اللي يهمنا دلوقتي او اللي هنتكلم عليه، ايه اللي ممكن يحصل في الحنجرة؟ ما هي اسباب الاصابة بالتهاب الحنجرة؟ ويا ترى في مأكولات بتساعد على التهاب الحنجرة ام لا؟ بالنسبة لالتهاب الحنجرة في اسباب كتير. هنقدر نقول الاسباب مثلا نتيجة الاكل، اللي هي اي اكل بيبقى فيه ساقع قوي او سخن قوي، او فيه فلفل او فيه شطة او مواد سبايسي، فاللي بيحصل ان هو داخل على من البلعوم على المريء، اللي بيحصل ان هو داخل بيعدي، لازم يعدي فوق الحنجرة. ليه بيعدي فوق الحنجرة؟ عشان الاحبال الصوتية ضمن اعمالها انها بتقفل القصبة الهوائية كلها عشان الانسان ما يشرقش او ما فيش اكل او شرب يخشه جوه القصبة الهوائية، ولسان المزمار بيساعدها في القفلة دي. لما بيعدي عليها ممكن الاكل اللي هو الحراق يلسحها، فلما لسحها يبتدي تورم. لو ورمت، يعني تخيل ان الصبي ده ورم شويه، فبيبكي لما نعى الحركه انهم بيخبطوا في بعض، بيعمل زي نظام الكارلو اللي هو يفضل يخبط يخبط او يحتك، فبيدي زي نتوء كده. النتوء ده لو حصل مع ان الاحبال الصوتيه مش قادره تمسك في بعضها كويس، هيدي حاجه اسمها بحه الصوت. طب في ايه تاني؟ في ممكن السجاير، من اكتر حاجة خطيرة، وخصوصا لو معاها كحول زي ما بنقول. وفي كمان اللي هي الدخان، اللي هو الدخان بيحرق زبالة، بيحرق اي حاجة، عوادم السيارات، اول اكسيد الكربون، كل الحاجات دي لما بتخش على الاحبال الصوتية بتلهبها. نضيف للاسباب الالتهابات الانف، التهابات الانف والانفلونزا وكل الالتهابات اللي بتحصل. ويمكن المشهور جدا المرحوم المغني عبد الوهاب انه كان تملي يحب يسد بقه ومناخيره بمنديل عشان خاطر ما يحصلش اي التهابات تأثر على الاحبال الصوتية. يبقى ضمن الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها كل المسببات اللي احنا قلناها دي. ما هي اعراض التهاب الحنجرة وكيف نتصرف عند حدوثها؟ اول ما بيحصل التهاب الحنجرة بيحصل ازاي؟ يعني بيجي لي امراض الناس كتير، وهنحدد هنا الناس المعرضين اكتر، اللي هم التيتشرز اللي هم المدرسين، احنا في موسم دراسه، المطربين، واللي هم بيستعملوا صوتهم كتير في الشغل. نتيجه لاستعمال الصوت ده ليه طريقه، يعني ما يحصلش ان هو ياخد نفس، لازم ياخد نفس الاول وبعدين يبتدي يطلع الصوت. لو صوته خلص بيبتدي الحركة بتبقى ناتجة من العضلات الصغيرة دي، ودي بتجهد بسرعة، فبيبتدي صوته يباح. لو عمل كده وهو بيشرح او هو بيتكلم، لازم يتكلم جمل قصيرة. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل نتيجة ان هما الاحبال الصوتية قلنا بيتحركوا ويخبطوا في بعض ويعملوا الفايبريشن او الاهتزاز اللي هو بيؤدي الى الصوت. طيب لو انا جيت والتهبوا وعملوا النتوء،
اللي هو بيحصل كده، فيبتدي اعراضه اول حاجة بحة في الصوت، وبعدين هيلاقي نفسه عايز يتكلم ومش عارف يتكلم. الصوت لازم يعمل مجهود اكتر، يعني لازم عايز يطلع الصوت عشان حاسس ان اللي قدامه مش سامعه، وصوته يبتدي يوطى شوية شوية لغاية ما يروح خالص. طبعا اول نصيحة بنقولها له ممنوع الكلام لمدة 3-4 ايام، ودي بتبقى بالنسبة له صعبة قوي. فده الالتهاب الحاد. اللي هو النوع التاني اللي هو الموجود اللي هو النوع المزمن. النوع المزمن ده بيبقى نتيجة شيء مزمن موجود، زي موجود التهابات، بتبقى ساعات موجود التهابات في المناخ في الانف وبتنزل تأثر على الحنجرة، زي مرض اسمه راينوس كلوروما. في حاجة تانية بتبقى في الصدر وبتطلع تأثر على الأحبال الصوتية، زي السل الرئوي وزي الأمراض اللي هي الجرانيوليشن تيشو اللي بتحصل على الأحبال الصوتية زي اللي بتحصل في الصدر. يعني إذا الحنجرة مصابة يا من فوق يا من الصدر من تحت. دي بتبقى أمراض مزمنة. في الأمراض اللي هي بقى المالجنانسي اللي هي الأمراض الأورام، وفي منها الحميد وفي منها المالجنانس اللي هي سرطانية، ودي اللي احنا بنحذر منها تملي، وخصوصا في موضوع السجاير. دي يعني عشان نقدر نبتدي ازاي المريض يشتكي او ايه الاعراض اللي بيجي بيها، بيبقى يمكن ساعات كحة زيادة شوية، الصوت ابتدى يباح مش طالع، كل مدى بيضعف، وبعدين ساعات هو بيكح يطلع بلغم معين، وساعات يكون معرق بدم. لازم في الاول ما صوتك يبتدي الصوت يبتدي يبح، لازم بسرعه نعمل فحص. ليه؟ حتى الجماعه اللي هم بيشربوا سجاير لازم كل شويه يروحوا يعملوا فحص دوري عشان يطمنوا ان الاغشيه المخاطيه اللي مغطيه الاحبال الصوتيه ما ابتدتش تفقد لمعانها وتفقد لونها وتفقد شكلها، اللي هو بدايه المرض نفسه. كيف نتجنب الإصابة بالتهاب الحنجرة وهي طرق علاج؟ هو أهم حاجة في علاج التهابات الحنجرة إن هو طبعا يريح الحنجرة، يبقاش واحد مثلا بيتكلم كتير أو واحد بيتعب الحنجرة، فلازم يريحها قال له 3-4 أيام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن هو يبعد السبب، لو كان في سجاير يبطلها، لو كان في يعني بيدي محاضرات كتير أو بيجهد صوته كتير المفروض يبطله، لو كان في اي التهابات موجودة في الانف تتعالج، او اي التهابات موجودة في الصدر برضو تتعالج. لان من ضمن الحاجات الوحشة قوي على بتذهب الاحبال الصوتية الكحة، يعني عملية الكحة دي عملية بيخبطوا في بعض اكبر حاجة ممكن، ويمكن دي بنلاحظها كتير انه بيكح وبعدين يبتدي صوته يروح. بالنسبة للامراض المزمنة كل مرض له علاجه. بالنسبة للأمراض الحادة بنمنع عنه كل الأمراض التانية. الأمراض السرطانية بدي متابعة ولازم كل شوية يتابع عشان ما يحصلش، يبقى دي وقاية، أو إن هو يبتدي يتعالج. وفي دلوقتي علاجات ليها كتير، يعني خصوصا لما تبقى في الأول في الإيرل ستيج أو في المراحل الأولى، يعني ممكن بشوية ليزر بيضيع المرض كله. بس طبعا أهم حاجة إن السبب اللي هو السجاير 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 تتبطل. عشان خاطر اقدر انا راجل بروفيشنال، يعني راجل بستعمل صوتي، عشان اقدر استعمل صوتي لازم ما اتكلمش وصدري فاضي، لازم اكون مالي صدري هوا، يعني اخد هوا كده وبعدين ابتدي اتكلم. لو الهوا خلص اقطع الجملة وابتدي اتكلم تاني. لو احنا لاحظنا المطربين هنلاقيهم بيعملوا حركات كده معينه وبيبعدوا عن الميكروفون في لحظه معينه، هم بيسموها عندهم سرقه النفس او سرقه الهواء. في اللحظه دي بيكون هو شفط اكبر كميه هواء وملا صدره عشان لما يجي يغني او يجي يكمل الجمله ما يتكلمش وهو صوته وصدره فاضي من الهواء. يبقى اول نصيحه نملى صدرنا هواء واحنا بنتكلم وننقي الجمل القصيره. النصيحة الثانية نبعد عن الحاجات المسببة زي السجاير وزي مثلا التباشير في الفصول او الدخان الموجود او نزلات البرد الكتير دي. اكتر حاجة لازم اريح صوتي عشان ابتدي استفيد منه. في حاجة تانية، في نفس الاحبال الصوتية عليها من فوق ومن تحت في غدد، الغدد دي بتطلع افراز معين بتعمل سوزنج او بتعمل تشحيم للاحبال الصوتية عشان ما تتعبش. فتملي في حاجات بناخدها بتساعد الحاجات دي، هم حتى المطربين عارفينها، بيقولك لازم اشرب شوية حاجة سخنة دافية وحاجة سخنة.
انا لو بشرب حاجه ساقعه او حاجه سخنه، اول ما تتقدم لي اسيبها ولو 3 4 5 دقائق، هيحصل ان درجه حرارها تقل شويه، ما تبقاش لا ساعه، لا هي في السقوعه بتلسع ولا في البروده بتلسع ولا في السخونيه بتلسع. ففي اللحظه دي اقدر اكون حميت صوتي. ببعد عن السجاير تاني، ببعد عن المشروبات الكحوليه خالص نهائي زي ما الدين بتاعنا قايل، عشان خاطر نبعد عن ان يحصل لنا اي التهابات في الاحبال الصوتيه. يعني انا بنصح الجميع ان ساعه ما يلاقي في صوته اتغير او اي بحه في الصوت، ما يقصرش مع نفسه، يجي على طول، لان دي بتبقى سهله قوي، والفحص بيبقى كلينيكي في العياده الخارجيه، وبنبص عليها ببساطه وبنقول له في اي تغيير حصل او لا، وبننصحه انه يبعد عن المشاكل اللي ممكن تؤدي له التعب للاحبال الصوتيه، وبالتالي ما نخشش في حاجه مزمنه. نمره 2، لو عنده اي التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه، عنده التهابات في الصدر، يلحق يعالجها بسرعه. اللي عنده كحه ما يعتمدش ان حكايه الكحه دي سهله، لانها بتاثر فعلا على الاحبال الصوتيه ولازم يتعالج منها بسرعه. بالنسبه للي بيضطروا انهم يكونوا في اماكن ساقعه قوي او سخنه قوي او كده، ويطلع من سخن لبارد او من بارد لسخن، يحرص قوي في الموضوع ده، لان الهواء وهو داخل بيعدي، اول ما بيعدي على الاحبال الصوتيه فلا بيأثر عليها لو كان بالبروده او بالسخونه. فاي بحه في الصوت اعتبر انها بدايه مشاكل ان شاء الله تكون بسيطه فبتتلحق باذن الله. فما ما تهملش، وعلى طول روح لاقرب دكتور انف واذن يشوف لك الحنجره اخبارها ايه. وفي النهايه بنتمنى ليكم بصحه جيده.